اعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بكلمات الشكر والثناء التي تفضل بها جلالة الملك المعظم لأعضاء مجلسي الشورى والنواب خلال الفصول التشريعية الخمسة الماضية وذلك خلال ترأس جلالة الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء أمس مشيرا إلى أن هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته تعتبر نبراسا مضيئا لكل الجهود الوطنية التي بذلها أعضاء السلطة التشريعية وما أكدوا عليه من التزام وإخلاص في أداء المسؤولية والعمل عزيمه وتفان من اجل تعزيز الانجازات والنجاحات للوطن وشعبه العزيز واكد معالي ضروره تضافر العمل والمساعي المخلصه من اجل مواصله البناء على تحقيق مسيره السلطه التشريعيه